الحدث مع أحمد القماطي. استمرار حالة الجمود والركود السياسية رغم تحركات داخلية وخارجية هدفها المعلن الرئيسي تجميع الأقطاب المتنافرة على طاولة واحدة لإذابة الجليد والوصول إلى حالة تناغم سياسي مؤقتة أو شاملة آخرها تم برعاية مصرية. الحدث، أهلا بكم مشاهدينا. 40 شخصية ليبية تجتمع في العاصمة المصرية لمحاولة إيجاد حل لأزمة البلاد السياسية، تأجيل اجتماع هيئة الحوار المقرر في العاصمة المالطية. حراك سياسي يستبق تاريخ 17 من ديسمبر، موعد انتهاء الرئاسي المقرر. 5 أيام إذن تفصلنا عن هذا التاريخ المثير للجدل. قبل الوصول إليه أسأل، ما هي فرص نجاح مؤتمر القاهرة؟ وكيف سيكون شكل المشهد السياسي ووضع السيد فايز السراج ونوابه بعد انتهاء ولاية المجلس الرئاسي؟ أهلا بكم مشاهدينا. ينضم إلي للحديث حول خيارات ما بعد 17 من ديسمبر، التاريخ المنتظر. ينضم إلي للحديث حول هذا الموضوع الأستاذ عيسى عبد القيوم الكاتب الصحفي هنا في الاستوديو في بنغازي، كما ينضم إلي عبر الهاتف من العاصمة المصرية القاهرة الأستاذ عبد الحفيظ غوغا المحامي والناشط الحقوقي، وأيضا عبر الهاتف من طرابلس الكاتب الصحفي الأستاذ جمال عبد المطلب والأستاذ إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا السابق في الأمم المتحدة، ينضم إلي عبر الهاتف من تونس، والأستاذ الشريف الوافي عضو هيئة الحوار كذلك ينضم إلي عبر الهاتف. بداية نرحب بضيفي في الأستوديو الأستاذ عيسى عبد القيوم. أستاذ عيسى أهلا بك. أهلا وسهلا بك. تعتقد أستاذ عيسى أننا أمام خيار جديد الآن بعد تاريخ 17 من ديسمبر؟ المشهد سوف يكون مختلفا، أو على الأقل يجب أن يكون سيناريوهات ما بعد هذا التاريخ مختلفة، لأن الكثير يتحدث من المتابعين والمحللين يتحدثون عن انتهاء ولاية المجلس الرئاسي بعد هذا التاريخ. بداية نتحدث عن التاريخ نفسه، يعني عندما ربما يطرح في أذهاننا جميعا، هل 17-12 هو تاريخ سياسي أم تاريخ قانوني؟ في تقديري 17-12 جمع بين ثلاث أمور مهمة جدا. أولا، جمع كونه استحقاق قانوني، كون نص الاتفاق بكل وضوح ينص على أن هذا الاتفاق يدخل حيز التنفيذ عند التوقيع عليه وليس عند اعتماد الحكومة، وهذا أمر مهم جدا، وتم التوقيع عليه وانتهينا منه. إذا من ناحية قانونية 17-12 هو تاريخ قانوني منصوص عليه في الاتفاق، وعلى من يرغب في تجاوزه أن يأتي بتخريج قانوني مقبول. طيب، هل هو سياسيا أيضا يعني تاريخ سياسي؟ هو تاريخ سياسي بامتياز، لأن السراج في هذه المرحلة أو في هذه الامتحان هو بين القرار أو الانتظار، لأن كلاهما لا يمكن أن يمر. بمعنى أن السيد السراج إما أن يكون رئيس مجلس رئاسي ورئيس حكومة في حالة انتظار لم يعتمد بعد، لذلك هو غير شرعي وليس لديه قرارات، أو يكون شرعي وقد أصدر قرارات.
السراج يريد أن يأخذ اثنين معا، وهذا غير ممكن سياسيا، أن تكون رئيس في حالة انتظار وشرعيتك لم تبدأ بعد، وتكون في نفس الوقت رئيس أطلق كل هذه القرارات. لكن أنت من الذين يتبنون أستاذ عيسى عبد القيوم القراءة التي تتحدث على أن الاتفاق السياسي نص على أن المجلس الرئاسي ينتهي بعد عام، والمجلس الرئاسي بالفعل ينتهي بعد 5 أيام من الآن. بكل تأكيد أنا قلت لك أن الاستحقاق الأول استحقاق قانوني وجب اللي هو 17-12. الاستحقاق السياسي سيضع السراج 17-12 أمام أمرين، إما أن تكون في حالة انتظار وعليك أن تصدر قرار بإلغاء جميع قراراتك السابقة حتى تكون في حالة انتظار، لأنه يمكن شخص في حالة انتظار يصدر قرار سيكون صعب أمام السراج. أنت في حالة انتظار أصدر قرار. قول الاستحقاق الأخير وهو استحقاق مهم جدا، وأتمنى من السادة المشاهدين يتابعون فيه، وهو استحقاق أخلاقي، يعني بمعنى لو السراج شخصية منتخبة من الشعب الليبي ووقع في السقطة التي وقع فيها في الجفرة وهاجم الجيش الوطني وعرض النفط للخطر، كان عليه أن يستقيل مباشرة، حتى وإن اتفقنا أنه شرعي وأنه منتخب وليس معين بالتعيين. يعني بمعنى لو كانت حكومة شرعية منتخبة عليها أخلاقيا أن تقدم مباشرة استقالتها إلى الشعب الليبي بمجرد ما انكشفت أوراق مؤامرة جفرة وكيف تورط فيها السراج ووزارة دفاعه وعرضوا حياة على الأقل قتل أكثر من 80 شخص من طرفهم وشباب استخدموا في هذه العملية التي حاول يتنصل منها، وقتل من الجيش الوطني ومن شباب المنطقة وكذا عدد من الشهداء. هؤلاء عندما تسربت الآن أوراق بأنها تحت ختم حكومة الوفاق كان يجب عليه أخلاقيا أن يستحي على وجهه زي ما يقولوا بليبي وأن يقدم استقالته، لأن لا يمكن لرئيس دولة أو رئيس حكومة أن يتورط في مثل هذا العمل المشين ويستمر يوم واحد. لذلك أمام السراج الآن 3 استحقاقات ستجعل من يوم 17-12 تاريخ حقيقي قانوني وسياسي وأخلاقي. طيب أستقبل الآن الأستاذ إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا السابق في الأمم المتحدة، ينضم إلي عبر الهاتف من تونس. أستاذ إبراهيم أهلا بك. أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء النور أستاذ إبراهيم. يعني نحن الآن ننتظر تاريخ 17 ديسمبر، يفصلنا عن هذا التاريخ 5 أيام فقط، والكثير من وجهات النظر أو على الأقل وجهتين للنظر تتحدثان استباقا لهذا التاريخ. البعض يعتقد أن انتهاء المجلس الرئاسي بعد 5 أيام، البعض الآخر يقول أن انتهاء المجلس الرئاسي يبدأ أو يعني فكرة العام تحسب بعد أن يتم إجراء الإعلان أو إدماج الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري والموافقة على حكومة الوفاق. أنت مع أي وجهتي هذه النظر هذه تتبنى؟ دعني أقول أنه بغض النظر عن وجهتي النظر، يعني الاتفاق السياسي هو أداة لتحقيق هدف، والهدف حتما هو حل الأزمة الليبية. وخلال السنة التي انقضت على وشك أن تنقضي لن يتم تنفيذ هذا الاتفاق بغض النظر عما يعني عما حصل وما إذا كان من الناحية القانونية، هل المجلس الرئاسي قائم أم غير قائم. ربما المجلس الرئاسي قائم يعني بحكم الاتفاق السياسي، ولكن ليست لديه أي صلاحيات بحكم أن الاتفاق السياسي لم يدرج في الدستور في الإعلان الدستوري. ومن ثم الحقيقة كان الصحيح هو أن يتم تقييم أي عمل يهدف إلى تحقيق هدف معين عندما ينقضي وقت محدد ولم يحقق هذا الهدف، كان المفروض أن يخضع إلى تقييم. هذا التقييم كان المفروض أن يتم من أكثر من جهة. أولا يتم من طرف الأمم المتحدة باعتبارها الراعية لهذا الاتفاق، وثانيا يتم من جانب فريق الحوار باعتباره من توصل إلى هذا الاتفاق، وبعد ذلك يتم عن التقييم من خلال مجلس الرئاسة ومن خلال مجلس النواب. للأسف أيا من هذه الجهات الأربع لم تقم بالتقييم، وأي تقييم بسيط بصراحة يمكن أن يقوم به أي شخص سيظهر لنا بكل وضوح أن هذا الاتفاق غير قابل للتنفيذ وأنه لن ينفذ ولا يمكن أن يوصل بنا إلى الحل في شكله الحالي. ومن ثم من الطبيعي أن حتى إذا كان هذا الاتفاق ما زال ساريا بحكم أنه انقضت سنة كاملة دون أن يطبق أي شيء منه، وأن موعد 17 فبراير هو الموعد النهائي من ديسمبر، هو الموعد انتهاء السنة الأولى
التي يمكن أن تمدد لسنة أخرى، ومن ثم طالما لا يوجد أي مبرر للتمديد، طالما أنه لم ينفذ أي شيء، حتى لو هناك جدل قانوني في أن 17 من ديسمبر يمكن أن يكون هو المهلة النهائية أو لا، ولكن يجب أن ننظر ماذا تحقق. نحن نلاحظ أنه لم يتحقق شيء على الإطلاق. وفي هذه الحالة الحقيقة من الناحية الأخلاقية، أعتقد أن رئيس مجلس الرئاسة بالتحديد السيد السراج تقع عليه مسؤولية أخلاقية. هو لم يأتي لمجرد أن يكون رئيس لمجلس الرئاسة، هو أتى أو أتي به لكي يقوم بعمل ما، هذا العمل لم يتمكن من تنفيذه. طيب لم يحقق شيئا أستاذ إبراهيم، وللأسف أعتقد أنه لا يستطيع أن يقوم بذلك. نعم. عليه أن يخرج إلى الشعب الليبي ويقول أنه لم يتمكن من أداء المهمة التي كلف بها، وأنه يترك المجال لمجلس النواب وفريق الحوار والأمم المتحدة ليجدوا حلا لهذه المسألة، إما أن يذهبوا قدما في تنفيذ الاتفاق السياسي عن طريق شخصيات أخرى، أو أن يتم تعديل الاتفاق السياسي، أو البحث عن آلية أخرى مختلفة تماما، ونضع هذا الاتفاق السياسي في سلة المهملات ونبحث عن حل آخر. الواقع أن يوم 17 من ديسمبر هو في الواقع موعد نهائي، وهي فرصة نهائية للسيد السراج ومجموعته لأن يقوموا بشيء، وأعتقد أنهم لم يستطيعوا أن يقوموا بشيء. فأنا في تصوري أن 17 من ديسمبر هو الموعد النهائي لوجود المجلس الرئاسي. ابقى معي أستاذ إبراهيم. إذا الأستاذ إبراهيم الدباشي والأستاذ عيسى عبد القيوب كذلك يتحدثان على موعد 17 من ديسمبر الجاري، على أنه موعد انتهاء المجلس الرئاسي وفقا للاتفاق السياسي كذلك. ينضم إلي الآن الأستاذ عبد الحفيظ غوغا، المحامي والناشط الحقوقي، عبر الهاتف من القاهرة. أستاذ عبد الحفيظ أهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ أحمد والمشاهدين الكرام، وكل سنة وجميع بخير. وأنت بخير أستاذ عبد الحفيظ. يعني اختلاف في وجهات النظر حول تاريخ 17 من ديسمبر القادم، هل تعتقد بالفعل أن المجلس الرئاسي سوف ينتهي وفقا للاتفاق في هذا التاريخ؟ نعم، أنا سبق وأن قلت رأيي من ناحية القانون، وأخذا بقواعد التفسير القانونية، وأخذا بما جاء في الاتفاق السياسي نفسه. نعم. فإن الموعد 17 ديسمبر القادم هو انتهاء مدة المجلس الرئاسي وليس الاتفاق السياسي، باعتبار أن الاتفاق السياسي دخل حيز التنفيذ، والمجلس الرئاسي بمجرد التوقيع على الاتفاق السياسي واعتمادا من الجسمين الرئيسيين في الحوار، وهو مجلس النواب والمؤتمر الوطني السابق، دخل حيز التنفيذ بإقراره وبالتوقيع عليه، وبالتالي استنفذ المدة القانونية المحددة وهي مدة السنة. أنا هنا لا أتحدث على أي تجديد، أن التجديد يتم في حالة إذا صار يعني تطبيق لما تضمن الاتفاق السياسي في باب الأولويات والترتيبات، ولكن شيئا من ذلك لم يحدث على الإطلاق، وبالتالي هو دخل حي السفيد أخذا بنصوصه واستنفذ المدة القانونية، هذا فيما يتعلق بالمجلس. طيب في نص يا أستاذ عبد الحفيظ، في نص واضح في الاتفاق السياسي ينص على أن 17 ديسمبر هو النهاية؟ نعم، لا هناك لا يوجد نص بأن 17 ديسمبر هو النهاية، ونحن هنا نعود بالذاكرة فيما يتعلق بإنجاز المهام للمجلس الرئاسي خلال عام من تاريخ دخول الاتفاق السياسي حيز التنفيذ. النص يقول بأن يدخل الاتفاق السياسي حيز التنفيذ بمجرد التوقيع عليه الأطراف، بل هناك نص يقول بأن الاتفاق السياسي الأثار المترتبة على الاتفاق في باب الترتيبات الأمنية وفي وقت إطلاق النار وسحب التشكيلات من التجمعات السكنية والمدن يدخل حي السفيد بمجرد التوقيع، حتى دون الانتظار اعتمادا من الجهتين المعنيتين، وهذا بالنص في باب الترتيبات الأمنية. أما فيما يتعلق بالاتفاق السياسي، دخل حي السفيد بمجرد التوقيع عليه وإقراره من الجسمين، وهذا الإقرار تم بالنسبة للبرلمان، وتم أيضا بالنسبة للمؤتمر الوطني الذي تحول إلى مجلس للدولة طبقا لمقتضيات الاتفاق السياسي. إذا هو دخل فعلا حي التنفيذ. إذا ما احتسبنا قيلة المدة وهي العام 2016 بالكامل هي التي تم فيها إقرار الاتفاق السياسي، وبالتالي بالحساب أن ديسمبر
2016 يكون قد مضى عام كامل على الاتفاق السياسي، وبالتالي تكون المدة الأساسية التي حددها الاتفاق السياسي قد انتهت. هذا ما أراه. لكن أستاذ عبد الحفيظ، أستاذ عبد الحفيظ غوغا، لكن الآن مارسين كوبلر المبعوث الأممي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا وراعي الحوار يتحدث على أن تاريخ حساب مدة المجلس الرئاسي عام لم تبدأ بعد، لأنه لم يتم اعتماد أو إدماج الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري أو الموافقة على الحكومة. هو الاتفاق السياسي لا يقول بذلك أخي. هو نعم لم يتم الإدماج، ولكن الإقرار، هو يتحدث على إقرار الاتفاق السياسي، والإقرار تم فيما يتعلق بمجلس النواب في جلسة 25 يناير، تم إقرار الاتفاق السياسي مع تحفظ مجلس النواب على إحدى المواد الواردة في الأحكام الإضافية. فيما يتعلق بالمؤتمر الوطني الذي لم يوقع في يوليو 2015 وإنما وقع في 17 أو في أواخر ديسمبر عند الإعلان، هذا الجسم تم إقرار الاتفاق السياسي وتحول اوتوماتيكيا إلى مجلس الدولة في جلسة معروفة، وهذا كله تم خلال بداية عام 2016. الاتفاق السياسي يقول بأن الاتفاق يدخل في حيز التنفيذ أخذا بالنص بمجرد التوقيع عليه وإقراره، ولم يقل بتضمينه في الإعلان الدستوري، وإلا مطلوب منا تفسير عمل المجلس الرئاسي الذي استند إلى ذلك في مباشرة مهامه وفي اتخاذ العديد من القرارات سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية. طيب نعم. ابقى معي أستاذ عبد الحفيظ غوغا. أعود إلى أستاذ عيسى عبد القيوم الكاتب الصحفي ضيفي في الأستوديو. أستاذ عيسى، تعتقد واستباقا كذلك لهذا التاريخ أن المجلس الرئاسي سوف يمتثل لهذا الاستحقاق الآن، سوف يسلم السلطة إنجاز التعبير أو بين مزدوجين، أو أنه سوف ينحى منحى الرفض أو ينضم إلى الأجسام التي ترفض الزوال ويتجه إلى التمديد؟ في الحقيقة هو هذا السؤال صعب في هذه المرحلة تحديدا، هو أين سيتجه المجلس الرئاسي. في تقديري التعويل على كلام كوبلر فقط بمنح نوع من الإشارة للتمديد، سبق وأن لدينا تجربة سابقة عندما حاول السيد طارق متري وكان أيضا مبعوث الأمم المتحدة وأوحى للمؤتمر الوطني في ذلك الوقت بأنه لا يوجد تاريخ وأن عليكم أن تمددوا لأنفسكم وأنه ليس هناك طريق أفضل من هذا الطريق، ولكن الفيصل كان هو الشارع. عندما خرج الشارع الليبي في ذلك الوقت في 17/2 وقال كلمته في طرابلس وفي بنغازي وفي البيضة وفي الزاوية، بالفعل رضخ نوري بوسهمين وأقر بشكل مبدئي تسليم السلطة وذهبنا إلى انتخابات، وإن كان بقى في السلطة 8 أشهر من أجل التسليم وكنا كان في اتفاق على هذا الأمر. لذلك الآن السيد السراج إما أن يذهب في اتجاه منطقي عقلاني قانوني سياسي ويسلم السلطة بشكل سلمي طوعي آمن إلى مجلس النواب مع البقاء على خارطة الطريق وهي الاتفاق السياسي يعني آخر خط دفاع، بحيث يعود مجلس النواب لقراءة هذا الاتفاق وربما يصل إلى العودة للمسودة الرابعة، ولكن يبقى هناك أمل، أو أن يذهب السراج إلى الانتحار مباشرة ويتحول إلى جسم غير قانوني غير مقبول حتى في الشارع، وبالتالي سيحارب على المستوى الشخصي ولن يكون له مستقبل سياسي مثل ما سوف يحارب. نعم. سوف يحارب على المستوى الشخصي كما تقول، لكن موضوع سياسي. نعم. انحسار المجلس الرئاسي أو انحسار التأييد الشعبي للمجلس الرئاسي، طيب أيضا يعني عدم شرعية هذا المجلس وفقا لموضوع الحكومة التي تم رفضها، حكومة المجلس الرئاسي، مع ذلك المجلس الرئاسي واصل ويقاوم. من الذي يدعم هذا المجلس؟ من الذي يعوم هذا المجلس؟ بالتالي سوف نعرف الآن من يدعمه حتى نتوقع، يعني حتى بعد هذا التاريخ ربما سوف يستمر هذا الدعم. هو الدعم خارجي، لابد أن نقرر بأن الدعم السراج ليس له أو حكومته ومجلس ليس له قبول على المستوى الشعبي منذ فترة. استنفذ السراج 100 يوم الأولى التي كان سيحدد فيها أين سيتجه الشارع الليبي، المزاج العام، الرأي العام، النخب، الإعلام، أين سيتجه، فشل في المستوى الخادم اللي يتكلم عليه السيد إبراهيم الدباشي، أيضا أضيف إلى المستويات الأخرى، فشل كامل في إحداث أي أمر، فشل كامل في مسألة الترتيبات الأمنية. لذلك بدأ الشارع الليبي يتخوف من أن هذا الرهان فاشل. لذلك اتجه السراج مباشرة منذ ذيك النقطة إلى التعويل على العامل الخارجي، نفس ما اتجه المؤتمر الوطني. المؤتمر الوطني فقد شعبيته بشكل مبكر جدا، ولكن عول على العنصر الأجنبي إلى درجة بعيدة جدا. وعندما وصلنا إلى لماذا لم يسقط المؤتمر الوطني قبل 17/2، وكما السؤال كما قد ينجري على يجري ايضا على السراج، نحن نتكلم هنا عن تاريخ سياسي. 17/2 كان تاريخ سياسي، و17/2 سيكون تاريخ سياسي،
وليس مجرد تاريخ ان نحن الرجل فشل في اداء مهامه. الرجل هنا فشل في اداء مهامه، الرجل هنا انتهت عهدته قانونيا، انتهت عهدته سياسيا، وتورط في حرب لا اخلاقيه في الهلال النفطي كادت ان تتسبب في دمار رزق كل الليبيين، مما شاهدنا مظاهرات في مدن لم تكن تخرج بها مظاهرات مثل هون واغدامس الى اخره، الان تطالب هي في حد ذاتها باسقاط المجلس الرئاسي. الان خروج خارطه الطريق جديده او خروج مجلس النواب للحديث للليبيين بشكل واضح على وجود خارطه طريق قد تتمثل في العوده الى المسوده الرابعه، سيحمس الليبيين اكثر على المطالبه باسقاط السراج مع بقاء خارطه الطريق او الضوء في نهايه النفق. لذلك الان هناك دور يجب ان يلعبه مجلس النواب والنخب السياسيه والاعلام، وهناك دور لا اريد ان اقول وطني، ولكن هناك دور اساسي قد يلعبه السراج اذا ما فاجانا جميعا وقدم استقالته في هذا التاريخ حفظا لما بقي له من 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 دور إذا أراد أن يلعب دورا وطنيا سياسيا في المستقبل. ولكن إذا ذهب إلى خيار التمديد عليه أن يدرس تجربة نوري بوسهمين جيدا التي كانت مدعومة من أمريكا ومن دول عربية وأيضا مدعومة من مبعوث الأمم المتحدة. لازال عندك أمل أستاذ عبد الحفيظ غوغا، عفوا أستاذ عيسى عبد القيوم، أن يتخذ السراج هذه الخطوة الجريئة؟ في تقديري لست متأكد، لأن السراج للأسف هو تحيط به نخبة متعطشة جدا للسلطة، لن تقبل هذا الأمر. داخليا وخارجيا؟ داخليا وخارجيا نعم. خارجيا هناك مؤامرة واضحة على ليبيا الآن أصبحت تقريبا مكشوفة ولم تعد حتى تحت نظرية المؤامرة. وداخليا الذين يحيطون به هم الذين رفضوا تسليم السلطة في السابق، إذا تكلمنا على محمد العماري، إذا تكلمنا على السويحلي، إذا تكلمنا على بوشاغور، إذا تكلمنا على كل هذه المجموعات، هؤلاء رفضوا تسليم السلطة في السابق عندما أيضا تم نقلها في مثل هذه الأحداث في 17/2 إلى مجلس النواب. لذلك أعول على دور شخصي للسراج من بعض المستشارين أصدقاء المقربين منا أن يدرسوا جميعا تجربة مساهمين والدعم الأجنبي الذي كان متحصل عليه والدعم العربي وأيضا دعم بعثة الأمم المتحدة في ذلك الوقت ودعم الميليشيات في ذلك الوقت، وكيف أن الشعب الليبي أسقطه وأسقط معه كل دور لنوري مساهمين في المستقبل. لذلك السراج الآن يراهن عليه أيضا، ليس لا يراهن على 17/2 بل يراهن على المستقبل السياسي بالكامل. أعود أو أستقبل الأستاذ محمد الهنجاري الكاتب الصحفي ضيفي عبر الهاتف من طرابلس. أستاذ محمد أهلا بك. الأستاذ محمد الهنجاري الكاتب الصحفي ينضم إلي الآن. أستاذ محمد أهلا بك. يبدو أنه ليس في الاستماع أو فقدنا الاتصال بالأستاذ محمد الهنجاري. يعود الأستاذ إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا السابق في الأمم المتحدة. ذات السؤال ربما الكثير يسأل الأستاذ إبراهيم عن من يساهم في إبقاء أو الإبقاء على المجلس الرئاسي رغم إضمحلال التأييد الشعبي له أو انحسار القاعدة الشعبية المؤيدة له، رغم عجزه أيضا عن تحقيق أي إنجازات كما ذكرت منذ قليل، وأيضا رغم رفض البرلمان لحكومته. من يدعم المجلس الرئاسي داخليا ومن يدعمه كذلك خارجيا؟ يعني هذه لم تعد تحتاج الحقيقة إلى تخمين من يدعم المجلس الرئاسي والسراج بالتحديد. السيد السراج بالتحديد من يدعمه هو الولايات المتحدة وبريطانيا، ومؤكد أن السيد السراج لا يستطيع حتى أن يستقيل قبل أن يأخذ الضوء الأخضر من أمريكا وبريطانيا في الوقت الحالي ومن سفراء أمريكا وبريطانيا بالدرجة الأولى. ومن ثم هذا الأمر حقيقة الدعم الداخلي لا يعني شيء في إذا أخذنا في الاعتبار أنها ثاني قوتان أعظم الآن تقفان بقوة إلى جانب السراج، ولا يهمهم على الإطلاق ما إذا كان قد تحقق تنفيذ الاتفاق السياسي أو إيجاد حل في ليبيا طالما أن السراج موجود. السراج الحقيقة اختير أساسا وتم الزج به كحكومة لليبيا بديلة للحكومة الشرعية من أجل غرض واحد وهو إتاحة الفرصة لبريطانيا وامريكا للتدخل في سرس لمحاربه داعش، وطبعا كان الهدف الاساسي هو ان تنزل قواتهم على الارض، ولاحظنا جميعا انهم انزلوا قواتهم على الارض في الوقت الذي ينفي السيد السراج انه طلب المساعده في مكافحه داعش على الارض، ومن ثم هو اوجد غطاء للتدخل الامريكي البريطاني على الارض في ليبيا رغم انه تدخل محتشم الى حد ما،
والان ربما انتهى الهدف او على وشك ان ينتهي الهدف الذي جاء بالسراج من اجله، وقد يعني قد ترى امريكا وبريطانيا راي اخر وانه لم تعد في حاجه الى السيد السراج، وقد تعطيه الضي الاخضر في ان يذهب، ولكن من المؤكد انه لا يستطيع ان يترك الموقع طالما ان امريكا وبريطانيا تريده ان يكون في هذا الموقع. لكن تتوقع او تعتقد ان هذا الدعم البريطاني او الايطالي او الامريكي تحديدا هو ليس شيك على بياض او ليس مفتوحا، تتوقع ان يسحب البساط من تحت اقدام المجلس الرئاسي في الفتره القادمه انجاز التعبير؟ اعتقد ان الغرض الاساسي تحقق من احضار السيد السراج ومجموعته وفرضهم على الليبيين كحكومه رغم عدم وجود حكومه ورغم ان المجلس الرئاسي ناقص وساءت حتى تفسير قرار مجلس الامن الذي يتحدث عن حكومه الوفاق الوطني التي لم تولد بعد ويعتبرونها هي الحكومه الشرعيه وهي غير موجوده، وتم التفسير على ان السيد السراج ومجموعه السبعه هي حكومه الوفاق وهي ليست حكومه الوفاق بل راس حكومه الوفاق التي لم تولد بعد. ومن ثم اعتقد ان قد انا اعتقد خاصه بتغيير الحزب الحاكم في الولايات المتحده وفوز السيد ترامب برئاسه الولايات المتحده، اعتقد انه سيكون هناك تغيير جذري، ومن المتوقع ان تنفض الولايات المتحده يدها من السراج، فاشرف للسيد السراج اذا اراد ان يحفظ بعض من وجهه ان يقوم الان هو شخصيا وأن يقدم استقالته ويترك هذا الموقع لكي على الأقل يتيح الفرصة لمجلس النواب لكي يجد البديل للسيد السراج والبديل الذي يمكن أن يخرجنا من هذا الطريق المسدود الذي نحن فيه. طيب أعود للأستاذ عبد الحفيظ غوغا. أستاذ عبد الحفيظ، المجلس الرئاسي رغم أن خمسة أيام فحسب تفصيلنا عن تاريخ 17 ديسمبر يلتزم الصمت، لا بل حتى يناقش في موضوع الميزانية ويتحدث بعد خاصة اجتماعي لندن واجتماع روما. يعني الآن الكثير يسأل عن هذا الدعم الغربي منقطع النظير، تحديدا أشار الأستاذ إبراهيم الدباشي الآن للدعم البريطاني. طيب لو تواصل بعد هذا التاريخ، هل تتوقع أن يواصل المجلس الرئاسي ويتمسك المجلس الرئاسي ببقائه؟ نعم، هذا ما توقعته وقلت أن نحن بعد هذا التاريخ سنكون أمام جسما آخر يضاف إلى الأجسام الموجودة لدينا، فسنسميه أمر واقع، جسم يمثل الأمر الواقع أو سياسة الأمر الواقع أو إرادة المجتمع الدولي وسميه ما شئت، سيكون لدينا جسم آخر وأنا أستبعد تماما أي استقالة أو شيء من هذا القبيل يتم من قبل هؤلاء على الإطلاق. أنا أستبعد هذا الذي حدث عليه أخي عيسى، لأنهم طبعا وحنفاجأ بكم من التفسيرات والتأويلات القانونية التي تدعو إلى أن هذا الجسم لا زال ساري المفعول بالرغم من النصوص الواضحة في الاتفاق السياسي. وأنت سألتني أستاذ أحمد عن النص، أنا قلت لك النص الآن أمام النص المادة 67 من الاتفاق السياسي اللي نصت بصراحة بأن يدخل هذا الاتفاق حي السبيل فور توقيعه من أطراف الحوار السياسي الليبي وإقراره من كل من مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام على ألا يتجاوز تاريخ طبعا آنذاك كان 1 أكتوبر وبعدين تأجل التوقيع إلى 17 ديسمبر. هذا هو النص الوارد في الاتفاق السياسي، إذا هو دخل حي السبيل بعد أن تم التوقيع عليه وبعد أن تم إقراره واعتماده من كلا الجسمين، وبمرور العام من ذلك الإقرار يكون قد استنفذ المدة القانونية ولم يحقق شيء على الإطلاق في كل المسائل سواء كانت اقتصادية، ولكن المسألة الأولى والأهم اللي كان مطلوب من المجلس الرئاسي التعاطي معه هي مسألة الترتيبات الأمنية وترتيبات وقت إطلاق النار بمجرد التوقيع على الاتفاق السياسي، شيئا من ذلك لم يتحقق، بل على العكس وجدنا أن المجلس الرئاسي بعد أن تعهد رئيسه في أول ظهور له بأنه سيعمل على احترام الاتفاق السياسي وتطبيقه وجدنا أنه لم يتم تطبيق شيء من الاتفاق السياسي. على سبيل المثال واللي كان يهم كل الليبيين، يعني فعلا المسائل الاقتصادية ومعالجة الأزمة الاقتصادية والحياتية والمعيشية
الناس مساله مهمه، ولكن الناس كانوا يتمنوا ان اول ما تبدا الحكومه في معالجه المساله الامنيه، مساله التشكيلات المسلحه والاسلحه والذخائر وفقا للجداول التي نص عليها الاتفاق السياسي. يعني الاتفاق السياسي كان ينص على ان حكومه الوفاق الوطني تقوم من خلال الجيش والمؤسسه الامنيه بالتنسيق مع التشكيلات المسلحه والمجالس البلديه باشراف طبعا الامم المتحده ومسؤولها الايطالي المسؤول الملف الترتيبات الامنيه، ان يقوم بتجميع كل الاسلحه والذخائر الثقيله والمتوسطه وفقا للجداول الزمنيه. نحن وجدنا العكس، وجدنا ان حكومه الوفاق الوطني تقوم من خلال التشكيلات المسلحه بالتنسيق مع بعض القيادات العسكريه كالاجتماع الذي دعت اليه في طرابلس وحضرتها ما سميت انذاك ببعض القيادات العسكريه او ببعض العسكريين، هذا تم يعني العكس. يعني هي بدل ما تقول من خلال الجيش، النص يقول انها هي عليها ان تكون من خلال الجيش، اي جيش اللي تتحدث عليه الجيش الشرعي يتبع الشرعيه الممثل في الجيش وقيادته العامه، شيئا من ذلك لم يتحقق في الاتفاق السياسي، وبالتالي تعطل المسار الامني وانشل المسار الامني. يعني نحن شفنا اتفاق سياسي، ولكن المسار الامني اللي المفروض يواكب الاتفاق السياسي ويكون سنو الاتفاق السياسي لم يتحقق فيه شيء على الاطلاق ولم يتقدم، وهذا الذي وضعنا في هذه الحاله وفي هذا الانسداد والاستعصاء على كافه الاطعمه. استاذ عبد الحفيظ، علينا ان نبحث على يعني على سبل اخرى للمعالجه. بعد قليل سوف ندرس يعني الخيارات او السبل او السيناريوهات الاخرى، السيناريوهات الاخرى المتوقعه، لكن عندما نتحدث الان عن جسم اخر يضاف الى الاجسام المنتهيه الولايه في البلاد، نتحدث عن المجلس الرئاسي بعد هذا التاريخ، وايضا نضيف الى هذا عجز المجلس الرئاسي في طرابلس حالات او حاله المساكنه التي اتخذها مع الميليشيات التي ترتكب حالات اغتصاب واسعه وحالات قتل وتعذيب واجرام معروف، نقارن ذلك بالتقدم على الارض للجيش على سبيل المثال في قفوده وفي غيرها. تعتقد أن الآن المعادلة سوف ترجح كفة الجانب المؤيد لشرعية البرلمان وللجيش في مقابل ضعف الجانب الآخر بعد تاريخ 17 من ديسمبر؟ بكل تأكيد كل تقدم يحقق الجيش وكل مكسب يحقق الجيش يعزز من فرص الدولة ومؤسساتها ويفرض على المجتمع الدولي أن يعيد حساباته في التعامل مع الحالة الليبية. بكل تأكيد يعني إذا كان المجلس الرئاسي يعول فقط على الدعم الدولي فهذه مأساة، لأن الدعم الدولي لم يغني عنه شيئا على الإطلاق إذا لم يحظى بشرعية من داخل بلده وبدعم الشارع الليبي ومؤسسات الديمقراطية في بلده كمجلس نواب، إذا عن ماذا يعول؟ الدعم الدولي لن يغني ولم ينفعه الدعم الدولي، هو المجتمع الدولي ممثل في الأمم المتحدة يقول له بأن الاتفاق السياسي لم يطرح أي سبيل، لأنهم يعلمون يقينا بأن العملية السياسية بهذه الطريقة مبتسرة وغير مقبولة ومرفوضة، لأن العملية التي لا تأخذ في الاعتبار المؤسسات القائمة والوليدة في ليبيا وهي الاساس وهي الاطار العام لهيكليه الدوله والتعامل معها على هذا النحو لم يجدي على الاطلاق. انت الان يظل المجلس الرئاسي مجرد جسم توافقي لا يحظى باي شرعيه، لا يحظى باي شرعيه الا شرعيه التوافق التي مقترنه باكتمال العمليه الديمقراطيه وتضمينه داخل الاتفاق السياسي، وهذا ما عبرت عنه احدى محاكمنا في حكم صادر منها برفض طعن بحجه ان الشخصيه القانونيه لم تكتمل لهذا الجسم. وهذه ببساطه، اذا هذه يعني المساله سنكون امام معضله حقيقيه امام جسم اخر ينازع باقي الاجسام الشرعيه، هذا هو الحقيقه. هنا اعتقد ان الامم المتحده بدات في البحث عن حل للازمه، حل الازمه الانسداد الذي وصل اليه الاتفاق السياسي. اسمح لي، الاجتماع اللي حدث اليوم في القاهرة من ضمن هذه المطارات سوف نناقش أيضا اجتماع القاهرة اليوم أستاذ عبد الحفيظ غوغا بعد قليل، لكن في جزئيتين هامتين أريد أن أناقشهما مع الأستاذ عيسى عبد القيوم. أستاذ عيسى، فيما يتعلق بالدعم الدولي لبريطانيا تحديدا بعد قليل، لكن قبل ذلك نتحدث عن المجلس الرئاسي، حالة احتضان الميليشيات سواء تلك التي اتجهت باتجاه الهلال النفطي وحاولت إحراقه أو منيت بهزيمة من الجيش، أو فيما يتعلق بحالة المساكنة مع الميليشيات في طرابلس التي ترتكب جرائم يومية يندى لها الجبين، آخرها حادثة اغتصاب شاهدناها وهزت الرأي العام. تعتقد أن هذا الفشل للمجلس الرئاسي مقارنة بتقدم الجيش على الأرض
في محور قنفودة وانضمام المجلس الرئاسي بعد هذا التاريخ إلى جسم منتهي الولاية، كلها أوراق تدعم الشرعية في مقابل ضعف الطرف الآخر؟ بكل تأكيد، يعني أنا أتفق مع الأستاذ إبراهيم في مسألة بعض التغيرات الدولية ستحدث خلال الأيام القادمة. شاهدنا تغير في السياسة الأمريكية، قد نشهد أيضا تغير في السياسة الفرنسية قريبا. الحكومة الإيطالية أيضا تغيرت بالكامل، هناك رئيس حكومة جديد سيأتي بعد أيام. كل هذا المشهد بدأ لنا أنه لن يصب بالكامل في مصلحة من رتبوا الأوراق في المرحلة الماضية. عندما رتبوا الأوراق الآن الأوراق ستتغير بالكامل. هذا كله سيكون جزء وحسم معركة بنغازي الذي بدأ على الأبواب، وأيضا ما حدث في الجفرة يجب أن يمر مرور الكرام. أنا لذلك توجهت برسالة للسراج، لأن ما بعد الجفرة شيء وما بعد الجفرة شيء آخر تماما. ما بعد الجفرة وتورط السراج في دعم ميليشيات بالخط العريض قاتلت جيش وطني مكون من أبناء ليبيا وشارفت على إحراق النفط وهو الثروة الوحيدة اللي ناكله ونشربه وندرسه ونعالجه منها، ما عندناش غيرها. عندما تورط في هذا الأمر أصبح 17-12 تاريخ سياسي بامتياز. يجب على السراج أن ينتبه نفسه، ما بعد هذا التاريخ لن يستطيع أن يستمر. أنا أستطيع أن أقول لك الآن كامل برقة المنطقة الشرقية بالكامل ستكون بعد هذا التاريخ ضد السراج علنا. هناك كل كثير من مدن طرابلس لأنه تاريخ سياسي ستخرج المظاهرات، هناك الكثير من مدن الجنوب ستخرج المظاهرات، سيكون من 70 إلى 75% من مدن ليبيا في حالة تظاهر بعد 17-12 ضد السراج. وأنا هذا الكلام قلت أيام المؤتمر وحدث، لأن هذا تاريخ سياسي. الليبيين كلهم ارتبطوا بالسراج بمسألتين، إحداث التوافق والجانب الخدمي. لم يستطيع هذا الرجل يحدث التوافق، أحدث المزيد من الانشقاق. هذا الرجل تورط في التعامل المباشر مع الميليشيات سواء في طرابلس أو في الجفرة، أيضا لم يستطيع أن يقدم الخدمة الليبيين في عهده هو. كل شيء انتكس، من الدولار إلى الحليب إلى الخبز إلى الكهرباء، كل شيء انتكس. إذن السؤال إلى السيد السراج، على ماذا يجب أن نصبر عليك؟ ليس لديك سند قانوني وليس لديك سند سياسي، وتورط مع ميليشيات ولم تحقق الوفاق ولم تحقق جانب الخدمي. ما هو الشيء الذي تقنعنا بأن نحن كجمهور أن نحن نقول لك أو حتى نمنحوك فرصة ثانية؟ لذلك يتمنى من السيد السراج أن يدرس هذا التاريخ بعناية، لأنه ربما يعني إذا تورط في مسألة أن الاستمرار كجسم إضافي غير شرعي سينهي هو مسيرته السياسية، إلى إضافة إلى إنهاء المجلس الرئاسي، لأن لن يستمر، بمعنى لن يستمر. هذا رأي تجده في الشارع الليبي الآن ينمو بوضوح على خلفية كل ما رأيناه. أيضا عليه أن يدرس التغير الذي سيحدث في المنطقة، المناطق التي تحيط بنا والمناطق التي دعمته حكوماتها السابقة مثل أمريكا وفرنسا وإيطاليا. كل هذه الدول حدثت بريطانيا لازالت دائما قويا أستاذ عيسى عبد القيوم، وحديث أيضا أن الدور البريطاني أقوى الآن فيما يتعلق باستغلال نفوذ بريطانيا في المحافل الدولية وفي المنظمات الدولية ضد أو لدعم المجلس الرئاسي، رغم هذه الشرعية الناقصة التي تتحدث عنها. لماذا بالذات بريطانيا برأيك تدعم بقوة المجلس الرئاسي؟ ما الذي تريده الحكومة البريطانية من المجلس الرئاسي؟ بريطانيا بحكم استعمارها للمنطقة العربية دائما سياستها لا تكون مباشرة مثل السياسة الأمريكية. الأمريكان حديثي عهد بالمنطقة العربية، حديثي عهد حتى هم أنفسهم على الدنيا، يعني كولايات المتحدة الأمريكية. ولكن الإنجليز يعني إمبراطورية عريقة، وأيضا إمبراطورية احتلت العالم، عرفت كل الثقافات وعرفت كل الشعوب وعرفت كل الأديان وحكمتها بطرق متعددة. لذلك دائما تأتي سياسة الإنجليز حذرة هادئة خفية، لكنها أخطر أكيد. ولكن أنا متأكد أن شيء واحد، أن الإنجليز براغماتيين أكثر من الأمريكان، وأن تغييرهم يأتي مثل ما يأتي الصباح تماما. طيب لديك تفسير في الفترة الماضية لماذا يدعمون بقوة المجلس الرئاسي؟ لأن البعض يعتقد أنها محاولة لإعادة إنتاج تيار الإسلام السياسي المستفيد الأكبر، المدافع الأكبر والأقوى على المجلس الرئاسي له. التيار الإسلام السياسي أنا شاهدت منذ فترة بسيطة شريط للإخوان المسلمين في لقائهم مع مجلس العموم الإنجليزي أو البريطاني، وللأسف إن ردة الفعل عليه كانت حتى سلبية، لأنهم وصفوهم بأنهم يكذبوا، يعني كانوا يمارسوا الكذب، يعني لأنهم هم يعرفون جيدا مما تتكون هذه الجماعات. وعندما جاءوا إلى هذا المجلس جاءوا بصورة أخرى. أعتقد أن تسويق الإسلام السياسي كان مرحلة بدأت في نهاية الثمانينات، في 89-90 أعتقد، عندما أصدر الإسلام مذكرة اسمها الإسلام والكونغرس،
والمذكرة هذه كانت تشير إلى لماذا لا نمنح الإسلاميين أو نورط الإسلاميين في السلطة ونخرجهم من رومانسية الشعار في المسجد ونورطهم في احتياجات الشارع التي يصعب تنفيذها. لذلك ربما سيصطدموا، وبالفعل جربت في البداية في السودان واصطدموا وانتهوا إلى الفشل، جربت بعد ذلك في باكستان، جربت في عدة مناطق من ضمنها الجزائر، وأعتقد أن نهاية هذه السنوات ستكون نهاية اقتناع الغرب بمسألة أن هناك تيار إسلام سياسي معتدل بعد أن تورطت جماعة أخوان المسلمين في ليبيا وفي سوريا وفي مصر في التفجيرات والقتل بشكل مباشر. هم لديهم معلوماتهم، خليك من المعلومات الصحفية، هم لديهم معلوماتهم الخاصة بأن هذه الجماعة تدرب وتشري السلاح وتنفق وتؤيد وتحرض، يعني كامل الباكج اللي هم مرفوض عند الجماعات الأخرى أصبحت هذه الجماعة تتورط فيه. الآن الحديث هو عن البديل، يعني انا سالت دبلوماسي، لا قبل البديل استاذ عيسى، انا سالت عن دبلوماسي يعني غربي على مصر، هل يمكن للغرب ان يتعامل من خارج صندوق الحوار؟ فكان الجواب تاعي بكلمه واحده يس. نعم. طيب قبل البدائل الممكنه والمطروحه امامنا الان بعد تاريخ 17 من ديسمبر، لازلنا نتحدث عن الدور الانجليزي او ما المصلحه المباشره في المجلس الرئاسي. تتوقع الان انه في هدف بالطبيعة الحال، أي دولة تدعم اتجاه معين هي تريد أن تحصد على نتائج معينة. ما الذي تريده بريطانيا تحديداً؟ نلاحظ أنه في دعم أقوى أو أكبر من باقي الدول الأوروبية، تتميز فيه بريطانيا فيما يتعلق بدعم الرئاسي. لا أعتقد أن الدور الأبرز، إذا أردت الدور الأبرز، هو الدور الأمريكي وليس الدور الإنجليزي. يعني بالعكس الكثير يتحدث أن الولايات المتحدة يعني تأخذ خطوة إلى الخلف قليلاً، وأن السفير البريطاني هو عراب حتى الاتفاق. لا، من دافع على الإسلام السياسي في صخيراتهم الأمريكان، من دعم الإسلام السياسي هم الأمريكان، من رأى الذهاب إلى فرنسا وعقد الاتفاق هم الأمريكان، من جر الجميع إلى الدوحة هم الأمريكان، من وجه 450 عملية جوية إلى سرت هم الأمريكان، لم يقم بذلك الإنجليز. لذلك كما قلت لك الدور، الخشية من الدور الأمريكي، والدور الأمريكي أعتقد أنه تغير، سوف يتغير بكل تأكيد. الخشية كانت أيضا من رجال الأعمال الطليان، والدور الإيطالي سيتغير. لذلك السراج هو الوحيد الآن الذي لديه نسموه يعني مسمار الأمان، صمام الأمان. هذا الرجل إذا قرأ التغيرات الدولية بشكل صح، وقرأ المزاج الشارع الليبي بشكل صح، وقرأ أخطأه هو بشكل صح، أعتقد سيقدم على الخطوة الجريئة والشجاعة، وهي أن لا يورط الليبيين في أي صدام، ويخرج ويعلن استقالته ليستمر كشخص مع القافلة حيث تذهب، ولكن لا يصطدم بالساس ولا يجعل ليبيا تصل إلى حالة من التشظي سيتحمل هو مسؤولية المباشرة. تقدم الجيش في قنفودة سوف يترجم سياسيا، يعني هذا الانتصار الميداني، هذه التضحيات التي تقدمها المؤسسة العسكرية آخرها في كافة المحاور لكن في قنفودة تحديدا الأيام الماضية سوف يترجم سياسيا، ونحن أيضا نتوقع الآن أو نترصد الآن لما بعد 17 من ديسمبر، أم ليس للأمر أي علاقة؟ بكل تأكيد وبكل وضوح، حسم الجيش لمعركة الهلال النفطي وحسمه لمعركة بنغازي لن يكون له إلا يعني ثقل، ولن يكون له إلا وزن كبير جدا على العملية السياسية. ولذلك يعني السؤال ربما الذي يجب أن يفكر فيه السراج من ضمن الأسئلة هو مجموعته، هل سيقبل مثلا أهل بنغازي أو أهل برقة عامة بعد كل هذه التضحيات أن يأتي السراج؟ بوضوح هو عليه أن يسأل هذا السؤال حتى لمستشاريه، بعد أن تورط أنت شخصيا ووزارة دفاعك في هذا المقاتل، بعد أن تورطتم في كل هذه الجرافات وكل هذه الأسلحة وكل هذا الدعم، هل بعد أن ينتصر الجيش وما يزيد عن 6000 شهيد، هل يتوقع مثلا من كل هذه العائلات الموجودة في برقة أن تصفق المجلس الرئاسي؟ بكل وضوح ما بعد حسم بنغازي وما بعد حسم النفطي كل شيء تغير. السياسي هو ما الذي يستطيع، أو إذا سميت السياسة فن الممكن أو فن إدارة الممكن، ما هو الممكن الآن على طاولة السراج؟ هذا من اختصاصه هو ومن اختصاص مستشاريه ليخرج بالقرار الصحيح، وكما قلت لك أمام تجربة ليبية وأمام متغيرات دولية. ولكن بكل تأكيد 17-12 يجب أن يوصف بأنه تاريخ سياسي بامتياز. طيب أعود إلى الأستاذ إبراهيم الدباشي. أستاذ إبراهيم، قبل أن نتحدث عن البدائل ذات الجزئية التي كنت أناقشها مع الأستاذ عيسى عبد القيوم فيما يتعلق الآن بالدور الإنجليزي، أنا كنت أسأله أنه ملفت بالنسبة لي وبالنسبة للكثيرين، ويتحدثون على أنه هو عراب الاتفاق وعراب الآن أو مؤيد أو رافض قوي لدعم المجلس الرئاسي، الأمر الذي ربما اختلفت فيه مع الأستاذ عيسى لأنه يرى أن الدور الأمريكي أكبر وأقوى. أنت كيف تعلق على هذه الجزئية؟
فمن المؤكد ان الدور الامريكي هو الدور الاهم فيما يتعلق بالشان الليبي لاسباب مختلفه. الحقيقه يعني رغم وجود بعض الخلاف فيما يتعلق بسياسه امريكا وبريطانيا تجاه ليبيا، هذا الخلاف يتركز في شيء اعتقد انه شيء واحد فقط، وهو ان امريكا حريصه على وحده ليبيا، وهو ربما هذه قد لا يعرفها الكثيرين، بينما بريطانيا تسعى لتشتيت ليبيا الواقع، مع تقسيم ليبيا. هذه اعتقد هذه هي النقطة الوحيدة التي تختلف فيها البلدان، ولكن يتفقوا في اشياء كثيرة. ما هي جزئية مهمة استاذ ابراهيم، فقط اسمح لي واعتذر منك المقاطعة، ما مصلحة الولايات المتحدة في ليبيا واحدة، وما مصلحة المملكة المتحدة في ليبيا مقسمة؟ ربما الحقيقه يعني تاريخ بريطانيا، اذا نظرنا الى تاريخ بريطانيا في مستعمراتها، لم تترك مستعمره دون ان لم تغادر مستعمره دون ان تترك لها مشكله، وفي الغالب مشكله حدود مع جيرانها. وربما جبلت السياسه الخارجيه البريطانيه على ان تبقى مستعمراتها السابقه او مناطق نفوذها السابقه في حاجه اليها دائما. ومن المؤكد لا اعرف بالتحديد ماذا هذا الامر، ولكن امريكا بحكم انها قوه عظمى يهمها ان يكون الساحل الجنوبي او معظم الساحل الجنوبي للبحر المتوسط أن يكون بشكل ما هو وحدة واحدة، وأن لا يكون يعني في إطار نفوذ أعدائها أو غريمها الاتحاد الروسي أو أي قوة عظمى أخرى قد تظهر في المستقبل. ومن ثم بحكم وجود علاقات سابقة وبحكم طبيعة التواجد النفطي أو على الأقل الوجود الأمريكي في مجال النفط ومجال الطاقة في ليبيا، وبحكم أن ليبيا كدولة يعني شاسعة المساحة هناك إمكانيات كبيرة للشركات الأمريكية لأن تعمل فيها، أعتقد أن الجانب الاقتصادي هو الذي يحرك سياسة أمريكا في ليبيا. ولكن أيضا هي تشترك مع بريطانيا في ان في السابق هو الحفاظ على مصادر الطاقه وهي النفط في الخليج العربي وفي ليبيا، والان ليبيا في مجال الطاقه لا تشكل شيء في الواقع بالنسبه للولايات المتحده، ولكن ايضا يتفق في جانب اخر وهو ان يعني يتمركز سياساتهم الخارجيه على امرين، هو ضمان استمرار الامداد بالطاقه وضمان امن اسرائيل. الامداد بالطاقه لم تعد هناك مشكله فيه في الوقت الحالي، امن اسرائيل ما زال حتى الان هو محور لسياسه الدول الاوروبيه والولايات المتحده، وتعتقد هذه الدول في الوقت الحالي ان استمرار الفوضى في العالم العربي هو الضمان الوحيد لامن اسرائيل خلال العقود القادمه. طيب. ومن ثم اعتقد ان المصلحه هي مصلحه سياسه بعيده المدى وليست بالضروره انيه للبلدين. لا اعرف لماذا بريطانيا تريد تشتيت ليبيا، ربما لا اعرف بالتحديد، تحتاج الى حقيقه دراسه معمقه، لا استطيع ان اقول شيء فيه. لكن من الواضح من خلال تعاملي المباشر مع الدبلوماسيين البريطانيين شعرت بانهم في كثير من الحالات يضعون بعض العناصر حتى في القرارات التي يصيغونها من اجل ان تكون تخلق مشكله في المستقبل. والدبلوماسيه البريطانيه دائما تعتمد على استغلال اللغه في القرارات من اجل وضع مشكله في المستقبل كما حدث في القرار. طيب في سيناريو اخر او في فرضيه اخرى او في تحليل اخر استاذ ابراهيم الدباشي على دعم المجلس الرئاسي ل الاتفاق او تحديدا عفوا بريطانيا للمجلس الرئاسي وللاتفاق السياسي، البعض يقول انه علاقه بريطانيا التاريخيه والعميقه بالحركات الدينيه والجماعات الاسلاميه هي التي تدعوها لدعم هذا الاتفاق السياسي او على الاقل المجلس الرئاسي المدعوم من حركه الاخوان المسلمين تحديدا لاعاده انتاج هذه الحركات وتوطينها في المشهد السياسي. لا يجب ان نعرف من هم الاخوان المسلمين الان، ما هي قيادات الاخوان المسلمين الان وخاصه في ليبيا.
إذا قمنا بالبحث سنجد أن أغلبية قيادات الإخوان المسلمين إما يحملون الجنسية الأمريكية أو الجنسية الكندية أو الجنسية البريطانية. ومن ثم طبعا السعي الأساسي هو أن يكون هناك كرفاي آخر في ليبيا. وإذا شاهدنا الآن الخريطة السياسية لليبيا خلال السنوات الماضية سنجد أغلب من تولوا المناصب العليا يحملون إحدى هذه الجنسيات، أو أن لديهم أبناء أو لديهم إقامة دائمة في هذه الدول، أو أبنائهم يحملون جنسية هذه الدول. ومن ثم طبعا التعامل مع مواطنيهم او على الاقل من اصل ليبي افضل من التعامل مع المواطنين الليبيين العاديين، لان المواطن العادي الليبي دائما له اعتزاز بوطنه لانه وطنه الوحيد ولا بديل له، ودائما لديه ارتباط بالارض، ارتباط ببقيه الشعب. اما من لديه وطن بديل ففي الواقع هو ملزم بحكم قوانين الدول الاخرى، الدول الكبرى، بأن يكون أكثر ولاء لبريطانيا وأمريكا طيب. وكندا منه ولاء لليبيا. ابقى معي أستاذ إبراهيم الدباشي. يعرفون قانونهم جيدا ومن ثم يفضلون أن يكون على رأس السلطة في ليبيا من أولئك الذين يحملون جنسياتهم. طيب وصلت الفكرة. ابقى معي أستاذ إبراهيم الدباشي. فقط أنوه لمشاهدينا الكرام إلى أن خدمة البث المباشر لقناة ليبيا الحدث انطلقت الآن تحديدا عبر موقع فيسبوك من قلب بنغازي المنتصرة على الإرهاب. أعود إليك أستاذ عبد الحفيظ غوغا فيما يتعلق بالفرضيتين القائمتين أمامنا الآن، إما أن يقوم المجلس الرئاسي بتسليم السلطة إنجاز التعبير بين مزدوجين، ما هو البديل برأيك؟ الفرضية الأخرى والتي ترجحها أنت بطبيعة الحال هي التمديد أو التمسك بموقفه وبقائه، خاصة أن المجلس الرئاسي الآن تصريحاته تصب في هذه الخانة ويتحدث حتى على مناقشة الميزانية. كيف يمكن أن نتعامل أو يتعامل الطرف المناهض لمخرجات الاتفاق السياسي مع هذا المتغير الآن بعد 17 من ديسمبر؟ أنا أعتقد أن المجتمع الدولي سيستمر عبر البعثة الأممية في جهود بناء التوافق للخروج من الأزمة أو للعودة إلى الصيغة التي تم التوقيع عليها في يوليو من العام 2015، والتي لا تتضمن تلك الأحكام التي أتت على الاتفاق السياسي وأوصلته إلى الطريق المسدود. أعتقد ذلك هو في ذلك حل حقيقي للإشكالية وتغيير بالكامل المجلس الرئاسي بالتسع أعضاء، ونعود للصيغة السابقة ونبتعد عن الأحكام التي فجرت الاتفاق السياسي وأوصلتها إلى ما أوصلتها. أعتقد أن الجهود يعني لن تتوقف في هذا السبيل حتى قبل هذا التاريخ، وأنا أستغرب أن كان في جلسة محددة لهيئة الحوار وتم إرجاؤها إلى الشهر القادم كما قيل. لماذا أنا أقول ذلك أخي أحمد؟ وقد يكون في ذلك تعليق، نحن بطبيعة الحال كل دولة من الدول التي ذكرها بيوت الكرام عندما تدخل في نزاع ما كالنزاع الذي حاصل في ليبيا هي بتهدف الى خدمه اهدافها وخدمه مصالحها وبالذات مصالحها الامنيه او التي تراها مصلحه استراتيجيه لها. مثلا نحن عندنا في ليبيا تنامي خطر الارهاب وتفاقم ازمه اللاجئين تشكل تهديد يعني متفاقم ومتزايد لاوروبا باسرها. ثالثا ان دعم العمليه السياسيه في ليبيا هو لا يستهدف حمايه اوروبا كما تسعى الدول القاره، ولكن بالدرجه الاولى تهدف الى امن ليبيا واستقرار ليبيا. من مصلحه اوروبا ان تستقر ليبيا، لان اذا كانت استمرت هذه الاوضاع هو لا تشكل تهديد فقط لليبيا ولكن تشكل لدول الجوار وتشكل لدول المنطقه وللقاره الاوروبيه بأسرها، لان تنامي خطر الارهاب زاد عن وتيرته في ليبيا على وجه التحديد. الهجرة غير الشرعية أزمة تتفاقم في كل يوم، أزمة إنسانية وأزمة. إذا تعاطي الدول مع الحالة الليبية نحن حتى لا تكون لدينا نحن متلبس بحالة المؤامرة، طبعا هي بحث عن مصالح ونحن نتفاهم، لكن الإرادة السياسية الليبية والسلطة الليبية التي تستطيع أن تتخذ القرار الوطني الجامع المانع هذا هو ما نفتقده في هذه الفترة الحرجة، وهذا ما يدفع إلى وجوب البحث عن حل للأزمة وللمختنق الذي وصلت العملية السياسية. العملية العسكرية تسير بشكل جيد في مواجهة التنظيمات الإرهابية، ولكن العملية السياسية التي
تعنى بحالة الانقسام التي عليها البلد وتوحيد مؤسسات البلد ورفع المعاناة عن المواطن والاهتمام بالجوانب الاقتصادية والمعيشية والحياتية للمواطن، هذا ما ينقصنا، وجود حكومة واحدة، حكومة موحدة للبلد، هذا ما ينقص في ليبيا. وهذا الأمر الذي أعتقد أن لن تتوقف الجهود المجتمع الدولي والبعثة الأممية من أجل الوصول إلى حدثني أستاذ أستاذ عبد الحفيظ لو سمحت لي، وأنت تحدثني من القاهرة، حديث عن 40 شخصية ليبية تجتمع هناك برعاية مصرية، حديث على الفريق حجازي، رئيس أركان الجيش المصري ومسؤول الملف الليبي كذلك يدعم أو يرعى هذا الاجتماع، إلى أين يمكن أن يصل وما هي تفاصيل هذا الاجتماع؟ يعني أعتقد أن جلسة الغد وهي جلسة الختامية، نحن بدأنا اليوم في هذا الاجتماع منذ 10 صباحا وحتى 6 مساء، خللتها يعني فترة استراحة لا تتجاوز الساعة والساعة ونصف، وكانت بحضور رئيس الأركان المصري ووزير الخارجية، لم يغادر القاعة على الإطلاق، موجودين معنا طيلة هذا اليوم، بالرغم ما تتعرض له مصر خلال هذه الأيام، وبالرغم من إشغالات اليوم سبب تفجير الإرهابي تعرضت له مصر يوم أمس، ولكن رئيس الأركان ووزير الخارجية والفريق المصاحب لما كانوا موجودين في جلسة اليوم. أعتقد أن الجلسة بشكل عام للبحث عن المزيد من التوافق والخروج من الأزمة الليبية. أعتقد دخول مصر في هذه الأثناء وبهذه الكيفية وعلى هذا المستوى الدبلوماسي والأمني في الملف الليبي، أعتقد يأتي أنا من وجهة نظري في إطار ترتيب دولي على إطار زيارة وزير الخارجية المصري للولايات المتحدة الفترة الأخيرة والأمم المتحدة والجمعية العامة ولقاء مع المسؤولين هناك، كذلك يأتي بعد لقاءات متكررة للمبعوث الأممي إلى ليبيا إلى مصر ولقاء مع الخارجية والمسؤولين في مصر. أعتقد لتلعب مصر دور أكبر وأبرز، وقد نشهد الإعلان عن مبادرة مصرية، وهذا الاجتماع هو ليس الأول، سيعقبه اجتماعات كما ذكر سيد رئيس الأركان مع المجلس النواب ومع قيادة الجيش الليبي للنظر في حل الأزمة. اليوم تم استعراض بدون خوض في تفاصيل باعتبار أن الدبلوماسية المصرية على علم بالأزمة السياسية وبالاتفاق السياسي، وأنا تحدثت ماليا في هذا الجانب، وتحدثت حتى من الأزمة القانونية، كانت مصر على دراية وعلم بالأزمة القانونية، لأن القضاء لدينا في ليبيا دخل على خط الأزمة عندما أصدر حكمه في نوفمبر من العام 2014، وفاقم الأمر وزاد في الانقسام في البلد للأسف الشديد، وكان حكم كارثي بكل المقاييس. مصر ملمة بجميع جوانب الأزمة الليبية، ولم نجد كثير عناء في الحديث عن مسببات الأزمة، ولكن كنا نشترح في الحلول ونقترح في كيفية الحلول، وتم التأكيد من الجميع على دعم المؤسسات سواء كانت مؤسسة سياسية وإلا المؤسسة العسكرية، وهي أملنا في الدولة وفي استكمال بناء الدولة. هذا لم يكن محلا لأي خلاف من أي من الحاضرين. هذا ما تحدثنا فيه اليوم، وغدا ستتم إعداد ورقة لتتضمن كل ما قيل في جلسة اليوم وتتضمن رؤية مصر لحل الخلاف، ونقترح كمجموعة كقوى وطنية مختلفة ما هي رؤيتنا لحل الأزمة. وطبيعي مصر تبني على الاتفاق السياسي، مصر لا تريد أن تشفه الجهد الذي قامت به البعثة الأممية والمجتمع الدولي لحل الأزمة السياسية. طيب. من هي أو ما هي أبرز الأسماء الحاضرة؟ يعني نتحدث عن 40 شخصية لكن الأسماء ليست واضحة بالنسبة لنا، معك حضرت هذا الاجتماع أستاذ عبد الحفيظ غوغا، وهل هي تمثل جميع الأطراف السياسية؟ هل هي تمثل جميع الفرقاء السياسيين أم طرف واحد فقط؟ لا اعتقد ان الشخصيات الحاضره اليوم في منهم يعني 7 أو 8 من اعضاء مجلس النواب ما بين المؤيدين والرافضين للاتفاق السياسي او لحكومه الوفاق الوطني، العديد من نائبي رئيس مجلس النواب كانوا حاضرين، السيد شعيب والسيد حمى، الدكتور عبد السلام النصيه، السيد صلاح الاعقب الصهبي او عبد المطلب ثابت او الصعيدي فتح الله الصعيدي او عبد المنعم دكور، في مجموعه من بجانب بعض الشخصيات مثل الاستاذ الطيب الشريف كان حاضر، من الجنوب كان عدد لا باس فيه من اخوتنا من الجنوب من الامازيغ، يعني هذه هي المكونات وهذه الشخصيات العامه التي حضرت في جلسه اليوم.
واعتقد ان النقاش كان هادف وبناء وكان مختصر بدون خوض واطناب في اسباب المشكله، لان الجميع يعي ذلك، ولا نريد ان نكرر كلام، نريد ان نبني على، لا نريد ان نبدا حوارا من الصفر ونبدا من جديد في حوارات تبدا ولا تنتهي، ولكن نريد بشكل سريع ان نضع بعض الحلول للازمه من خلال الاتفاق السياسي. كان هناك يعني توافق كبير على وجوب الرجوع الى المسوده التي تم القبول بها، والتي لا توجد فيها الاحكام الاضافيه ولا توجد فيها لا ماده كامله ولا عاشر من المواد التي والتي تجعل من صفه القائد الاعلى للجيش الليبي موجوده لدى السلطه المنتخبه وهي مجلس النواب، وهذه هي الصيغه الصادقه. تم الحديث على احداث توازن على هيئه الحوار، تم الحديث بوضوح في هذا الجانب، وطلب من مصر ان تلعب دورا مع البعثه الامميه التي تتردد كثيرا على القاهره من اجل اقناعها من احداث هذا التوازن على طاوله الحوار، اذا اردنا لهذه الهيئه هيئه الحوار ان تكون هيئه فاعله وان تعالج الاختراقات على الاتفاق السياسي، وان تكون طاوله الحوار يعني ممثله لجميع الاطراف ولا يكون سيفا واحدا للتاخيريه. هذا كله تم تناوله في جلسه اليوم. وجدنا فهم عميق للازمه الليبيه واسبابها واثارها من الدبلوماسيين المصريين او من المسؤولين المصريين المصري الذي هو الذي يهتم بالملف الليبي وهو المسؤول عن الملف الليبي في الحكومه المصريه. طيب. هذا الذي حدث في جلسه اليوم. جلسه الغد ستكون لدينا ورقه كامله تمثل ما انتهينا اليه في جلسه اليوم بجانب رؤيه مصر ورؤيه المجتمعين لحل الازمه، والتي ستكون تحت بصر مجلس النواب وستكون لقاءات مع مجلس النواب. عبد الحفيظ غوغا، لكن في غياب تام للطرف الذي يتمسك أو يدعم، نتحدث تحديدا عن تيار الإسلام السياسي الداعم بقوة أو فجر ليبيا، تيار فجر ليبيا وهو داعم بقوة للمجلس الرئاسي، ربما والكثير يقول أن هؤلاء يحملون موقفا مبدئيا من مصر خاصة بعد ثورة 30 يونيو. شوف، مصر على لسان الحاضرين اليوم السيد رئيس أركان ذكر بأن مصر يعني تتعامل مع الأزمة الليبية والشرق الليبي والغرب الليبي والجنوب الليبي سواسية بالنسبة لمصر، ومصر تهدف إلى الأمن واستقرار ليبيا لأن ذلك يعزز من الأمن والاستقرار في مصر، وإن مصر ليس لدى يعني تم الحديث، دعني أقول لك بصراحة متناهية من البعض عن الدور المصري، وكان من ضمن حضور أقوى من مدينة سقراطة ومن الإنسان ومن كل مناطق ليبيا ومن وسألوا جميع ما يخطر على بالك من أسئلة، حتى من ذكر بأن البعض يقول بأن لمصر أطماع في ليبيا يعني، وتم التأكيد على أن ليبيا مصر لا تهدف ولا تطمع في ليبيا إلا أن تتحقق فيها الأمن والاستقرار، لأن ذلك يخدم مصر ويخدم قومه ويخدم مصالحها، وهي لديها ما يكفي من المشاكل والاعتبارات، وفعلا مصر تتعرض لما تعرض. إذا يعني بكل أريحية تم الحديث على هذا الجانب، ولم يتم التطرق على الإطلاق من قبل الأخوة في مصر إلى أي تيار من التيارات السياسية في ليبيا أو عنده إشكالية مع التيار بعينه. وطبعا تعرف أنت في مثل هذه اللقاءات الدبلوماسية تغلط يعني في الحديث عن المسؤول الذي ينظم ويرعى مثل هذه الاجتماعات، يجب أن يكون متعاطيا مع جميع الأطراف ولديه الأساس من جميع الفرقاء. طيب. على كل يوم الغد سيكون اليوم الختامي والذي سنخلص فيه إلى رؤية واضحة أو تصور واضح لنقاط الخلاف، والذي من وجهة نظرة تشكل أساس للحل، والذي قد لا تضيع الجهد المبذول فيه العامين الماضيين. طيب، وصلت الفكرة. إذن يوم غد هو اليوم الختامي لهذه أو لهذا الاجتماع الذي يجري في القاهرة برعاية مصرية ويضم 40 شخصية ليبية. ابقى معي أستاذ عبد الحفيظ، ينضم إلي الآن أستاذ خالد سكران محلل سياسي. أستاذ خالد، نسأل الآن عن سيناريوهات ما بعد 17 ديسمبر، تاريخ انتهاء المجلس الرئاسي أو ولاية أو مدة أو صلاحية المجلس الرئاسي كما يؤكد ضيوفي اليوم. طيب، لا اعرف ما اذا كان اتصال بالاستاذ خالد سكران جاهز. أيوة. الان معي ام لا؟ استاذ خالد، هل انت معي؟ موجود معك. سالتك بعد ان ارحب بك بطبيعه الحال عن السيناريوهات القادمه بعد انتهاء مده المجلس الرئاسي، لانه الكثير يتحدث
ويقول حتى من ضيوف اليوم على أن هذا التاريخ 17 من ديسمبر هو تاريخ انتهاء ولاية المجلس الرئاسي. مساء الخير. مرحبا بك ومرحبا بضيفك الكريم أستاذ عيسى بن القيوم. مرحبا بالسلام حفيظ غوغا. هل معك أنا على الخط دكتور أحمد؟ نعم معي على الهاتف وأستمع إليك جيدا وتفضل. نعم نعم أهلا وسهلا بك. أهلا. خلينا نتفق أولا أن من يدفع ثمن هذه الأخطاء من هؤلاء الساسة هو المواطن الليبي. خلي هذه بداية اتفاقنا. من صنع هذه الأخطاء في الاتفاق السياسي هم من يتكلمون على هذه الأخطاء لمدة عام، وفي نهاية هذا العام يحاولون صنع حل آخر يخدم مصالح مجموعة من الأطراف أو من الجهات أو من الأشخاص. هذه هي البداية. في هذه السنوات نرى أن المواطن الليبي بين فكي كماشة، يدفع أخطاء مجموعة من السياسيين. لا يزال المواطن يشاهد مجموعة هؤلاء السياسيين الذي أنا أول هذه الأشخاص الذي أفقد الثقة الكاملة في أي حلول يقدمونها، لأن ما هي حلول حيقدمونها هي لا تخدم إلا مجموعة من الأشخاص والأحزاب والكيانات والمصالح المنظورة والغير منظورة. أنا أعتقد أن أولا كان يجب علينا البحث عن رقعة داخل 1700 أو 1,760,000 كيلومتر نجتمع عليها، في غات، في قدامت، في طبرق، في مصراتة، في طرابلس، في أي مكان يؤمن أن نجتمع به، مع احترامنا للأراضي أرض الكنانة مصر، أن كان حتى نعطي ثقة للمواطن الليبي أن يكون لنا مكان داخل ليبيا. أستاذ خالد سكران، سألتك تحديدا سؤال محدد وأعتذر منك لضيق الوقت، لكن فيما يتعلق بسؤالي حول تاريخ 17 من ديسمبر، ما هي وجهة نظرك في هذا الموضوع؟ هل ينتهي الرئاسي أو لا؟ أنا أعتقد ضرورة أن يستمر الرئاسي مع ضرورة إيجاد حلول للمشاكل العالقة، وأن تكون هناك نوايا طيبة من جميع الأطراف لحل هذه المشاكل. للأسف الشديد ما رأيناه في سنة ماضية كاملة، لا يوجد طرف لديه الرغبة لإيجاد حلول للمشاكل السياسية داخل. طيب، لكن في اتفاق سياسي وفي حديث أو نص الآن على انتهاء المجلس الرئاسي بعد عام، الأمر ينتهي في 17 ديسمبر. من صنع المشاكل؟ من وضع المادة 8؟ من وضع المادة 8؟ من فتح العدد من 3 أو 4 شخصيات إلى 9؟ هؤلاء هم من رفضوا الاتفاق بعد ذلك. يعني من وضع هذه المشاكل هو من رفض استمرار الاتفاق بعد ذلك. خلينا نكون صريحين، يجب علينا أن تكون هناك نية طيبة وصادقة. طيب. وإرادة ليبية. ابقى معي. إرادة عربية أو إقليمية. ابقى معي أستاذ خالد سكران، أريد فقط أن يعلق على حديثك الآن لو كان لديه تعليق الأستاذ عيسى عبد القيوم. أستاذ عيسى تفضل. مساء الخير أستاذ خالد. في الحقيقة أعتقد ليس لفظ دقيق أن هناك من رفض الاتفاق هو من أضاف تلك المواد. بالعكس، يعني المواد التي سميت بالأحكام الإضافية التي فجرت الموقف جاءت بعد التوقيع، وهناك مذكرة من البرلمان نصت منذ البداية على أن المسودة الرابعة أو المسودة الرابعة أغلقت، ولكن جاء سميهم شركائنا، سميهم أطراف النزاع، سميهم مشات، جاءوا بعد التوقيع وأضافوا هذه الأفكار التي فجرت الموقف إلى اليوم، وهي المادة 8، وهي وجود رئاسي بأكثر من شخصين لأنهم لعبوا في جينات الرئاسي عندما كانوا في الصخيرات، وشاهدنا كيف تأخرت الجلسة لبضع ساعات عندما لاحظوا بأن الرئاسي كان مكون عبارة عن من شخص من طرابلس، شخص من مصراتة، وشخص من الزنوب، وبيديروا احتفال. يعني الذين ورطوا ليبيا الآن في متواجدين في طرابلس هم الذين ذهبوا بنا إلى الطريق المغلق. لو نحن ذهبنا مباشرة إلى المسودة الرابعة بشكل فيه حسن النوايا لكنا الآن قفزنا هذا الأمر. فالإشكاليات أو من وضع العصا في الدولاب هي المجموعة التي للأسف بعد ذلك انقسمت حتى على نفسها في طرابلس. أترك عنك الطرف الآخر الموجود في شرق ليبيا كله، لماذا حكومتين في طرابلس؟ لماذا مؤتمر وطني ومجلس دولة في طرابلس؟ إذا طرابلس نفسها قسموها إلى دولتين وليس ليبيا في حد ذاتها. إذن هم الآن المشكلة متواجدة لديهم، هؤلاء الذين
تجاوزوا حتى موضوع الترتيبات الأمنية الذي جاءوا به هم سيد خالد والآن ورطونا، فبدل ما نكون النص اللي موجود في المسودة وهو إخراج الميليشيات خارج العاصمة وإخراج السلاح الثقيل خارج العاصمة، هو تفاجأنا بتكوين ميليشيات جديدة داخل العاصمة تحت مسمى الحرس الرئاسي. إذن المشكلة للأسف الذين جاءوا بالمشكلة هم الذين مستمرين حتى الآن في وضع العصا في الدولاب. أستاذ خالد، أستاذ خالد سكران. نعم أستاذ عيسى عبد القيوم، نحن نختلف بعض الشيء مع بعض. من قام بتوسيع المجلس الرئاسي من 3 شخصيات أو 4 شخصيات إلى 9، هذا الاقتراح تم الموافقة عليه من السيد عقيلة صالح، وهذه نقطة لا تخفى على أحد. لماذا؟ لأن كان في تهميش كامل، ثم تنصل منه المستشار. من وضع المادة 8 هو الدكتور بكر بعيرة، كان يعتقد أنه هو سيكون رئيس المجلس الرئاسي، أصر على لا ليس صحيح يا سيد خالد، معلوماتك ليس صحيح، هذه حقائق لابد للمواطن. ليس أبو بكر بعيرة، أنا كنت حاضر، ليس أبو بكر بعيرة. من وضع هذه المادة 8 هو السويحي والمؤتمر الوطني. وضع المادة 8 وهي خروج القائد الأعلى، وصدقني أنا كنت قريب من الكثير من المفاوضات، لا توجد أي رغبة لدى السيد المستشار عقيلة صالح لحل مشاكل لهذه النقاط في خلال سنة. قدمت الكثير من الحلول في كيفية معالجة القائد الأعلى. القائد الأعلى ما هي الصلاحيات اللي عنده؟ إعلان حرب، إعلان حالة النفير، إعلان حالة الطوارئ، يعني لا ليس بهذه البساطة يا أستاذ خالد، الموضوع أعمق من هيك. الموضوع المستشار عقيلة كان طرفا مرنا إلى أبعد الحدود عندما قبل حتى بالتسوية. الطرف المتشدد، وأنا ربما كنت معه، كان الرفض بالكامل، ولكن ربما سيد عقيلة ذهب معكم إلى أكثر من أكثر تزاد عندما وافق على 9. مسألة المادة 8 ليست مجرد صلاحيات، المادة 8 تفجير العمل بالكامل، إنهاء مؤسسة عسكرية لصالح ميليشيات. أنا أسألك سؤال، ما يحدث الآن في طرابلس، هل هو هذا تنفيذ المادة 8؟ هذا النقاش في العلن أمام الشعب الليبي بالكامل. نعم. حتى نعطي، أنا كنت قريب وحملت في عدة أوقات كثيرة رسائل لأطراف أخرى. الواضح أن هناك من يريد أن يستمر هذه المعضلة، خلينا نتكلمه بشكل صريح، هذه المعضلة لمدة سنة كاملة. أين البرلمان الآن؟ هل البرلمان الآن قادر أن يجتمع وتشكيل رئيس ونائبين من جديد؟ ولا يمكن. هل الرئاسي قادر ان يجتمع حتى في طرابلس؟ خلينا نكون صريحين استاذ خالد، انت استاذ خالد اعترضت على وجوده في مصر، مقر الرئاسي في تونس، موجوده في طرابلس، موجوده في البرلمان. خلينا نتكلم، هل تخرج كل هذه الوجوه من المشهد ونبحث عن خيار جديد، مجلس جديد لمده سنه قادر ان يكون تشريعي وتنفيذي لإجراء انتخابات مبكرة؟ سيد عيسى، أي دولة في العالم تتعرض لأزمة سياسية تلجأ إلى انتخابات مبكرة. نعم. ما عدا ليبيا. نعم. بل موجود في كرسي متشبث به ولا يريد التسليم به أو الخروج منه. هل إمكانية إجراء انتخابات في طرابلس؟ الشخصيات من 2000 هو سألك عن الوضع في طرابلس الآن، وأن تدعو المجلس الرئاسي لأن يستمر أو أن يمدد بعد تاريخ 17 ديسمبر. أستاذ خالد سألك هل يمكن إجراء انتخابات في طرابلس، وأيضا حالة الزواج مع الميليشيات التي ترتكب الجرائم هناك في طرابلس، دعم يعني الهجوم على منطقة الهلال النفطي، حتى ولو نفى بعد ذلك، رأينا وزير دفاع الرئاسي كيف يستقبل جثث الذين شاركوا أو الجماعات التي شاركت في الهجوم على الهلال النفطي. ديمقراطيا يا أحمد، ديمقراطيا لو تورط، أو إن شاء الله تسمعني سيد خالد، ديمقراطيا وفي الدول التي ذكرتها كنموذج، لو تورط رئيس دولة في التعامل مع ميليشيات غير قانونية، مباشرة يقدم استقالته احتراما لشعبه، بعيد عن كل المادة 8 وبعيد عن استمرار المجلس الرئاسي رغم كل هذه الحيثيات والدلائل الموجودة الآن بين يدينا يا أستاذ خالد. قالت السيد المهدي البرغفي موضع التنفيذ، يعني وهذه ولو أنا يا دكتور أحمد بنسأل السيد عيسى عبد القيوم، ولو تمت قالة السيد المهدي البرغفي من المجلس الرئاسي؟ لا يا سيد، أنت تريد أن تقدم كمش فداء. أوضح لك هذه النقطة ولو حدثت. لا، أنت تريد أن تقدم المهدي البرغفي كمش فداء. أنا أقول لك المسؤول عن هذه هو السيد القائد الأعلى، اللي هو حسب الاتفاق هو السراج وليس المهدي البرغفي. من طرف واحد يعني ولو طلع لك السيد فايز السراج قال لك أنا لما مشيت
مشيت لدار مؤتمر صحفي من وسط الجفرة قبل الهجوم على السيل النفطي، كان هناك لتوضيح نقطة معينة أن المجلس الرئاسي لا يؤيد. ما هي مصلحة المجلس الرئاسي في الهجوم على الهلال النفطي؟ هو من يبيع النفط وتذهب عوائد هذه النفط إلى أستاذ خالد. أستاذ خالد، الأسرى يعني الأسرى الذين أدوا بشهاداتهم هم ذاتهم الذين اجتمع بهم السراج في المهاري، هم ذاتهم الذين اجتمع بهم السراج في الجفرة. الهجوم على الهلال النفطي، اعترافات الأسرى كذلك لا تقنعك يا أستاذ خالد سكران الآن. ويتحدث أيضا أنه نفس الأسماء التي تم القبض عليها متلبسة في هجوم على الهلال النفطي الذي تديره المؤسسة الوطنية للنفط الموحدة، هؤلاء الآن كانوا في فندق المهاري جنبا إلى جنب مع السراج رئيس يعني أو القائد الأعلى بالنسبة لهم، والذي قرأ البيان أيضا فندق المهاري الذي سمي ببيان الجيش الآن هو أسير لدى الجيش. ليس للمجلس الرئاسي حكم على العاصمة، لم يقوم المجلس الرئاسي بتقديم أي خطة لتفكيك هذه الميليشيات، المجتمع الدولي لم يقوم بتقديم أي دعم للمجلس الرئاسي للرئاسي خلينا نتكلم بشكل صريح، هو قدم الدعم للميليشيات يا أستاذ خالد. الدين والشرارة الذي تنتج أكثر هم قاتلوا تحت أختام المجلس الرئاسي، تحت ميليشيات تابعة للقيادة العامة القوات المسلحة في الرشمة، خلينا نتكلم بصراحة، وتقفل حقل الفيل والشرارة. لماذا لم يصدر الآن؟ خلينا رد علي أنت بالمنطقة، هل هي ميليشيات ولا لا؟ الآن تتفاوض مع السيد سيد سراج لدفع أتاوى 180 مليون دينار في سبيل السماح بتصدير هذه النفط، وهي تتبع لحرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة في الرجمة أو في المرج. نعم، هي المجموعة التي تقفل الحق. نعم، يتحدث عن المجموعة التي تقفل الحقل الآن، حقل الفيل، يقول أنها تابعة للقيادة العامة وحرس المنشآت التابعين للقيادة العامة، والآن يتفاوضون من أجل مال وإتاوات مع المجلس الرئاسي. طيب أنا عندي سؤال أستاذ خالد، لماذا الميليشيات التي عدها السراج لم تهاجم حقل الفيل؟ على اعتبار أنك تقول أن به ميليشيات، لماذا هاجمت الحقل الذي به الجيش؟ هذا السؤال، لماذا اتجهت شرقا إلى برقة واتجهت شرقا إلى رأس؟ لماذا لم تتجه إلى الفيل وتقول بأن هناك ميليشيات؟ خلينا نقدم حقيقة للمواطن الليبي. خلينا نقدم حقيقة للمواطن الليبي. الهلال النفطي من يقوم بالبيع؟ مصطفى صنع الله التابع للمجلس الرئاسي. الإيرادات باعتراف السيد عقيلة صالح تذهب إلى المصرف المركزي بطرابلس، يعني الموضوع بالكامل تحت سيطرة المجلس الرئاسي. نعم. الأموال التي ليست تحت سيطرة المجلس الرئاسي هي الموجودة في حقل الفيل والشرارة. لماذا لم يحاربوها السراج ولو هو اللي يعطي في التعليمات أن يذهب؟ لم يحاربوها، سألك سؤال واضح. وأيضا لماذا اتجهوا إلى السدرة واتجهوا إلى بس إحنا للأسف نغلق في الحقائق ونقلب. نعم، لا لا، أسألك سؤال واضح يا أستاذ خالد. أجيب بوضوح يا خالد، أنا أسألك بوضوح، اسمعني يا خالد، أنا أسألك بوضوح. وجود جيش سيطر على الهلال النفطي لصالح الشرعية ولصالح المؤسسة الوطنية للنفط يهاجم وتقول لي في ميليشيات في حقل الفيل؟ عادي هاجمها يا سيدي. نعم، ميليشيات في حقل الفيل لا تتبع القيادة، وأكد لك ذلك، ولا تتبع الآن الحرس المنشآت الشرعيين. من يقفلون هذا الخط الآن هم جماعة. من قال لك أنه هو يتبع من هو؟ من قال أن هذه قوات تابعة للمجلس الرئاسي؟ الذي قال لي يا أستاذ خالد هو الرسائل التي الآن منشورة على الانترنت. الذي قال لي يا أستاذ خالد هو الشعار الذي وزع من قبل شهرين بأنه غرفة تحرير المواني وزارة الدفاع حكومة الوفاق. الذي قال لي يا أستاذ خالد المؤتمر الذي كان في المهاري وبالفيديو وسمي الجيش الوطني بأنهم عصابات ويجب سؤال محدد يا أستاذ خالد. أنا قاعد أحكي لك أستاذ خالد الآن، هل رأيت وتابعت يعني اجتماع فندق المهاري الذي سماه المجلس الرئاسي باجتماع العسكريين؟ أستاذ خالد يا اسمعني يا أستاذ خالد لو سمحت لي، هل رأيت هذا الاجتماع الآن؟ من قرأ البيان الاجتماع الذي كان بحضور السراج وقيادات فجر ليبيا، من قرأ هذا البيان هو أسير الآن ويعترف بأنه شارك في هذا الهجوم على منطقة الهلال النفطي، وذكر أسماء، ذكر إسماعيل الصلابي، ذكر المهدي البرغثي، ذكر قيادات أخرى شاركت في هذا الهجوم، زياد بلعم تحديدا أيضا. ولم لا تقنعك هذه الاعترافات؟ أنا معك يا سيد أحمد، أنا لا أدافع على هذه الميليشيات، إنما أدافع على موقف السيد السراج. أنا متأكد أن وجود السيد السراج في الجفرة كان
نقل رسالة إلى هذه الميليشيات بأن المجلس الرئاسي لا يعترف بها في حالة هجومها على المجلس الرئاسي، وكانت لديه رسالة من قوة دولية بأن هذه القوات ستتعرض للهجوم في حالة اتجاه إلى الهلال النفطي. لماذا لم تتعرض للهجوم؟ ما هي مصلحة؟ ابدا لا يوجد من تعرض لها هو الجيش الليبي، لا تتعرض لها قوة دولية ولم يحزنون. والسراج لم يصدر اي بيان قبل الحرب، وهذا حجة عليه والسلام. قام بتسليمها للمؤسسة النفطية للنفط، المؤسسة الموحدة، وكانت خطوة في منتهى الذكاء. بالتالي لا توجد هذه الخطوة لتصدها بالذكاء اصلا، لا توجد حتى اخر لحظة. لا يوجد من السراج الا تأييد هذه الميليشيات، وعليه ان يكون ان يتحمل مسؤوليته كاملة، مسؤولية قانونية ومسؤولية سياسية. اما ان يهدد النفط ويعرض للخراب ويقتل ضباط وجنود ليبيين وتمر مرور الكرام وتسمى ذكية، اعتقد خالد ليس صحيح. المطلوبة من المجلس الرئاسي على هذا الهجوم، بس ان نقول ان هو من اعطى هذه التعليمات، اعتقد ان هذا كلام وزير دفاع يا خالد اسمعني، لانه هو من يسيطر، هو وزير من دفاع يطلب من هذه الميليشيات الذهاب الى ريديه. هذه الميليشيات متحالفه مع الرئاسي، هي من تحميه. السراج ما يملكش يحمي حتى حوشه في طرابلس، هم اللي حامينا. هو ليس يعني انت في تقديرك يا استاذ خالد ان السراج يقدر يمنع الميليشيات؟ هذه راه وهم. السراج لا يستطيع ان يمنع. طرابلس مقسمه الى جمهوريات، جمهوريه غنيوه وجمهوريه الكيكري وجمهوريه، هو لا يملك شيء، هو يملك بستة وفي اي لحظه يغادره. هؤلاء انطلقوا لا ينتظروا السراج، اخذوا من الاختام فقط. انا اعتقد ان المشهد في طرابلس يختلف على اي مكان اخر في ليبيا. هذه الميليشيات تعرف ان المجتمع الدولي سيتحرك بقسوه مع من يقوم بالهجوم على المجلس الرئاسي او حكومته. طيب. لان يوم دخول المجلس الرئاسي الى طرابلس دخلوا عليهم على منظومه اللاسلكي بثلاث لغات واعطوهم تحذير. ونعطيك مثال، يوم خروج السفيره الامريكيه تيبورا من طرابلس لم يتم اشعال حتى ثقب كبريت في طرابلس، كانت امامهم وموجودين الجميع، لم يتحرك احد. طيب هم يتحركوا بديبورا وانتهينا من الاخر. على الاقل هنا الجيش الوطني لا يتحرك بدبوره، هنا يتحرك طيار ليبي ويدافع عن الهلال فقط. واعتذر لتاخري على الاستاذ ابراهيم دباشي، لا اعرف ما كان لازال معي الاستاذ ابراهيم دباشي، وفسح لك مجال في نهايه الحلقه لكلمه اخيره، وايضا اعتذر منك واتمنى ان تكون ضيفي في حلقات قادمه باذن الله. لا بالعكس، يعني حوار صاخب بين ضيوفك على العموم في كل الحالات. انا اعتقد ان التاريخ 17 من ديسمبر هو تاريخ يجب أن يفكر فيه المجلس الرئاسي، ويجب أن يفكر فيه أيضا مجلس أعضاء مجلس النواب بالكامل. البلد في حاجة إلى حل، وحل سريع. وأعتقد أن بابتعاد أعضاء مجلس النواب عن الاجتماع، هؤلاء الذين ما زالوا يقاطعون اجتماعات مجلس النواب، هي نوع من خيانة للوطن. الشعب وضع فيهم الثقة، مهما كانت ربما التحديات التي تواجههم، أو حتى بعض ربما الاستفزازات التي قد يتعرضون لها في طبرق، عليهم أن يتحملوا، فكل الليبيين يتحملوا. ومهما كانت هذه الاستفزازات لن تكون مثل المعاناة التي يعانيها الشعب الليبي. وأعتقد أنهم إذا استمروا في مقاطعة اجتماعات مجلس النواب هو نوع من الخيانة. أنا أدعو جميع أعضاء مجلس النواب إلى العودة إلى الاجتماع في طبرق، أو في أو إذا توفر الجو المناسب، ربما البيئة المناسبة في بنغازي. شكرا جزيلا لك الأستاذ إبراهيم الدباشي، المندوب ليبيا السابق في الأمم المتحدة. أعود إلى الأستاذ عبد الحفيظ غوغا، أفسح لك المجال باختصار شديد لو سمحت لي في 30 ثانية كلمة أخيرة. الأستاذ عبد الحفيظ غوغا المحامي والناشط الحقوقي، لا أعرف ماذا كان لازال معي. شكرا جزيلا لك، اشكرك استاذ عبد الحفيظ غوغا، كما اشكر الاستاذ ابراهيم الدباشي مندوب ليبيا السابق في الامم المتحده، وايضا الاستاذ خالد سكران المحلل السياسي. كلمه اخيره باختصار لو سمحت لي استاذ عيسى. كلمه اخيره بكل تاكيد ستكون موجهه للسيد السراج. ما حدث حدث، والان نحن امام تاريخ سياسي بامتياز، وهو 17/2 17/12. الاتفاق السياسي نص بوضوح على ان السنه تبدا من التوقيع، والتوقيع قد انجز. تتكلم على ان هناك استحقاقات على الارض لم تستطيع ان تقوم بها، الترتيبات الامنيه، خدمات للناس الى اخره، لم تستطيع ان تقوم بها. امل كمواطن ليبي ان اراك تقدم استقالتك بشكل شجاع، بحيث
ترحم ليبيا وتنزع فتيل مشكلة جديدة ونذهب مباشرة بحيث لا نفقد طيب. لا نفقد خارطة الطريق، ربما نفقد بعض الشخصيات ونعود بشخصيات جديدة، ولكن يبقى لدينا أمل في خارطة الطريق موجودة، ولكن إذا استمسك بها سينفجر الموقف عن لا شيء بأن نحن سنفقد أيضا خارطة الطريق التي ربما تمثل البصيص الآن. شكرا لك. وأريد أن أوجه فقط تحية لرجال الجيش الوطني اليوم في بنغازي وفي ليلة النفطي. نعم لقد أدوا أداء كبير جدا، استمعنا إلى أن غيرهم ينتظر الإشارة الأمريكية ولكنهم انتظروا إشارة وطنية ونفذوها بامتياز. شكرا جزيلا لك أستاذ عيسى عبد القيوم الكاتب الصحفي، كما أشكر بقية ضيوفي الذين انضموا إلي اليوم عبر الهاتف. مشاهدي الكرام أشكر مسؤول لكم أنتم أيضا في الختام، تقبلوا تحية معدة هذه الحلقة أحمد سالم، تحية أحمد لقمات، في أمان الله. الوطن الخالد وكيلكم الحصري لمنتجات أمازون الغذائية، نتعامل عن طريق وكلاء خدمة إدفاعي بالإضافة لصكوك السياحية الصادرة عن مصرف التجارة والتنمية. زورونا بمقرنا الكائن ببنغازي طريق المطار. أمازون منتجكم الأفضل. لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 092-511-8047. شركة الوطن الخالد وكيلكم الحصري لمنتجات أمازون الغذائية في ليبيا. أمازون.